ومما يتصل أيضا بموضوع الحريات السياسية على حسب مصطلح القوم أنهم يريدون في الحريات السياسية أن لأي فئة من الناس تكوين حزب، وهذا الحزب ينشط الناس وينشط ويؤثر على السياسة العامة بحسب توجهات الحزب. لهذا وجد في الدول الغربية والدول الشرقية وجد فيها أحزاب متضاربة، هذا حزب ديمقراطي وهذا حزب جمهوري وهذا حزب اشتراكي في بعض الدول وهذا حزب العمال وهذا إلى آخره، وهذه تتناسب. فإذا انتصر الحزب في شيء ما نفذ أغراضه وفكرته وآراءه السياسية والوجودية والقضائية، نفذها في الناس جميعا. ولذلك تجد أن انتصار حزب على حزب لما تكونت الحريات اللي يسمونها السياسية ليس فيه رضا الناس، بل تجد أن أصحاب هذا الحزب يبقون راضين، وأما غيرهم فلا يودون أن هذا الحزب ينتصر ويذمون أفعاله ويذمون آراءه. فإذا تمكن الحريات السياسية على حسب ما وضع عندهم جعل هناك منافسات بين أحزاب سياسية قد لا تقود البلد إلى فكرة واحدة وإلى صالح واحد، وقد لا تقود الناس إلى الرضا بتصرفات الدولة جميعا. لهذا في الدول كلها يصير في هناك ضراب، ينتصر حزب بحكم الحرية السياسية والديمقراطية ثم لا يقبل به. وأمامكم تجارب عظيمة في ذلك، لما انتصرت بعض الأحزاب الإسلامية في الجزائر وفي تركيا لم ترضى الدولة بذلك، لأن الحكم عسكري وهم يريدون ديمقراطية وحقوق إنسان، لكن إذا كان بينتصر الإسلاميون فإن هذا غير مقبول. ولهذا حتى حقوق الإنسان والأمم المتحدة وحتى الدول الغربية لم تمارس حقوق الإنسان بحسب ما أعلم، بل تخلفوا عن كثير منها في المبادئ التي نادوا بها. والكلام يطول في ذكر مخالفات الدول الغربية والأمم المتحدة والكفرة بأنواعهم والمنافقون، مخالفاتهم يطول بذكر مخالفاتهم لما تزعموه من حقوق الإنسان في الحريات السياسية. أما الشريعة فجاءت بشيء أعظم من هذا الباب، بشيء أعظم من كل التجارب التي مرت البشرية، وهو مبدأ النصيحة وعبادة التعبد لله جل وعلا بنصيحة ولاة الأمر. ونصيحة ولاة الأمر فرض شرعي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأئمة المسلمون نصيحتهم واجبة، ولا خير فيهم إذا لم يسمعوا النصيحة، ولا خير في المؤمنين أيضا إذا لم يقولوا في النصيحة. لكن كيف تصل هذه النصيحة وقنوات وصول هذه النصيحة؟ غالبا ما كانت في زمن الإسلام الأول كانت عن طريق أهل الحل والعقد وأهل الشورى الذين يستطيعون أن يعرفوا ما يناسب مما لا يناسب في هذا البحث.